I am an old tree. Interesting. You really think so? Oh, sorry. Yeah, it's gonna be so interesting cutting down that old tree tomorrow. This tree. You can see it. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. في إحدى الحلقات السابقة تحدثت عن كيفية تزامن حركات الطيور والأسماك، بل وحتى الأشياء، وأعطيت مثال الساعات اليدوية التي يتم تحريكها بطريقة عشوائية وكيف أنها تصبح حركاتها منظمة بعد مرور زمن من تبادل في الاهتزازات فيما بينها، أو تبادل المعلومات كما يحب بعض العلماء تسميته. ولكن السؤال الحقيقي، هل تفعل الأشجار والنباتات نفس الشيء؟ هل حقا تتواصل الأشجار فيما بينها؟ هل يمكننا ترجمة كلام الأشجار والنباتات ليفهمه الجميع؟ هل الأشجار والحيوانات أمم أمثالنا يتكلمون فيما بينهم؟ هل يمكن للأشجار أن تتطور أكثر وتصبح تتكلم لغة نفهمها يوما ما؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة. للأسف أصبحنا اليوم نفتقد كثيرا للمناظر الطبيعية أو للاحتكاك بالحيوانات، وذلك بسبب النهضة الصناعية والتطور التكنولوجي. ومع الوقت فقدنا ارتباطنا بالطبيعة وأصبحنا ماديين أكثر، فلم تعد تحرك مشاعرنا تلك المخلوقات المذهلة والغابات الكثيفة المملوءة بالأسرار. والذي لا يعرفه الكثير ممن يسكنون في الدول العربية أن الدول المتطورة كاليابان وغيرها تهتم كثيرا بالجانب الطبيعي أكثر مما تتصورون، وحتى مدنها الكبرى هي مزيج من الحضارة والطبيعة، لأن الغرب يعلمون جيدا أهمية النباتات في صنع الأكسجين وحتى في ترطيب الجو. ولكن دعونا نعود إلى السؤال الذي يهمنا اليوم، هل حقا تتكلم النباتات والأشجار؟ في الحقيقة فإن النباتات كائنات حية تولد وتنمو وتتغذى من ضوء الشمس ومن الأملاح المعدنية الموجودة في التربة، ومع مرور الوقت تشيخ وتموت. ولكن هل سمعتم يوما أن النباتات تتفاعل مع الأصوات كما تتفاعل الحيوانات معها؟ فالصوت في الحقيقة عبارة عن هزات أو دبدبات هوائية قد تصدرها الرياح حين تخترق أوراق الأشجار، أو حتى الديدان الصغيرة حين تمشي على أغصان الأوراق. ولكن الغريب في الأمر أن الأشجار والنباتات تحاول صناعة أو تشكيل مجموعات من نفس النوع، وتتبادل حتى المواد المعدنية والكيميائية فيما بينها، فهم يصنعون ما يعرف بالشبكة النباتية بتشابك جذورها تحت الأرض. والأغرب من كل هذا أن الأشجار والنباتات تدافع عن نفسها من الحيوانات والحشرات بإفراز مواد كيميائية أو روائح كريهة للطرد وإبعاد الخطر عنها، وحتى أحيانا لتحذير الأشجار المجاورة لها. إذن هل يعتبر هذا تواصل بين الأشجار فيما بينها؟ بل هناك عدة تجارب علمية تبرهن أن الأشجار أو النباتات تتبادل المواد الكيميائية وحتى الاهتزازات فيما بينها. وربما السؤال الحقيقي الذي قد يخطر ببال كل مشاهد هو، هل يمكننا تسمية هذا التبادل في المواد الكيميائية والاهتزازات وإصدار الأصوات والروائح كلام؟ هل يمكننا أن نسمي هذا تواصل فيما بينهم؟ وهنا يجب علينا إعادة تعريف معنى التواصل. ففي الأصل كل تبادل للمعلومات يعتبر تواصل، وليس فقط الكلام. فمثلا الأشخاص الذين لا يستطيعون التكلم كذلك يتواصلون فيما بينهم بدون الحاجة إلى الكلام، ويتبادلون المعلومات ويفهم بعضهم الآخر. وقس على ذلك فالأشجار والنباتات وحتى الأشياء قد تفعل ذلك. والحقيقة الغريبة ربما التي لا يعرفها الكثير أن الأشجار والنباتات يتواصلون بشكل طبيعي، ليس فقط مع بعضهم البعض، بل مع كل الأشياء حتى معنا نحن البشر. فنحن البشر مثلا حين نمشي نخترق الهواء ونصدر هزات هوائية أو دبدبات هوائية، وحتى كذلك من أصواتنا نصدر ذلك، ويمكن للحشرات الإحساس بوجودنا والهروب منا أو الاقتراب أكثر. في الأخير، إذا كنت عزيزي المشاهد تظن أنك وحدك من يتواصل مع الناس فأنت مخطئ جداً، فالكل يتواصل ويتبادل المعلومات فيما بينهم، ولكن الاختلاف يكمن فقط في الطريقة التي نفعل بها ذلك. أتمنى من البشر أن يهتموا كثيرا بالطبيعة وبكل المخلوقات الحية التي من حولنا. وشكرا لكم على مشاهدة هذه الحلقة، وإن أعجبتكم فلا تنسوا الاشتراك والتعليق لتصل لأكبر عدد ممكن من عشاق العلوم والتكنولوجيا. وشكرا.